هذا ما عندي شجاعة. أنا جاي يوم 15 من موريتانيا عن طريق عبارة روس. إيه مع الأسف قامت السلطات بياسر من الحملات والتهييج اللي ما هو مسؤول وحكامة سيئة ولا تودي ما هو الشيء ما محمود به اللي إرساله كتائب على الكتائب من الدرك والحرس ومن الشرطة شور القوارب لسبت عم بيرام جاي. هذا ما هو حق والمجور به ما هو الأمن بي اللي أنا ما عندي شيء مهدد به الأمن بي اللي أنا مجيتي ما جيت متسلي ولا جيت طايح على موريتان ولا جيت طايح على القوارب. لو كان ذاك ما نعود نعلنها أسابيع سابقة نعدلها ونقول هم اللي الطريق اللي هي الكريم والمدخل اللي هناك بعض وذيك القرارات الحكومية والنقاشات الحكومية والتسريبات الأمنية ذيك الصحافة ما وتهيج الصحافة المأمورة هي الصحافة كاملة الحمد لله وتهيج الشارع واستنفار الأمن الخطر مو خارج وهمي معدلة به السياسة تفرقة الشعب وتأليب بعضه على بعضه وتأليب السلطات الأمنية على الشعب اللي يالله تحميه. أنا واسع هذا مو مسؤول لو يا الله كنت يسوى علي منين تعود السلطات الأمنية الموريتانية عندها تساؤلات يا الله تقولهم لي. على كل حال ما جينا البليدة ما جبرنا وحدين عن هم جباسيس وطراحين العساس وش سوون وعند أي وقفة جينا هم مشتر من دكار يعني البارح وحدين البوليس يتخشوا هم دقان سينيقال بيات فيها يعرفوا أنا منين دايت وش متعشي بي ومن معاي ما أنا واسعا هذه الحملة الأمنية اللي انزقلت فيها الدور 500 مليون بين نقل الحرس ونقل الدرك وبين هالويشاي وهل الرشوة وهل الكرية واللحاقة وهذا كامل واسع عنه فاصلة فيها موريتان وفاصلة فيها الشعب الموريتاني وفاصلة فيها القطاعات اللي مزرية في موريتانيا